انتوا نعرف نحط المية في الغربال؟ ما يكون الغربال يعني اثنين غرابيل كذا نكبر ونعمل ونعملها. ما ينفعش تحطيها عشان هتروح كلها. فين السؤال؟ المية في الغربال ازاي؟ المية بقى مسدود. احنا هنقدر نعملها بشكل ان احنا نصنع غربال ما يخرش مية. بيكون مسدود طبعا. لما الغربان يبقى اعمى. لما نأمن الجيجال. لما نحط قماشة تحت. شعر. مش هنعرف. لا. لما نبقى نعمل حاجة. لما بصيد السمك. نعم. ان شاء الله بكرة.